الجبن يعني ليه الشعر مقسمه وشنو هي الاجزاء اللي احنا قاعدين نستخدمها او ما نستخدمها باي طرف. يمكن اللي احنا نستخدم عنها ويتكلمون ان احنا عندنا ورا اللي هو عندنا التفكير العاطفي، واحيانا نتهم احنا دائما سيدات يعني عاطفيات اكثر، نقول احنا البحرينيين عاطفيين اكثر، ان احنا ساعات كثيره من قراراتنا نركز على العاطفة، أحيانا هاي العاطفة اللي تخلينا نخاف نوعا ما من الفشل في الأمور، لأن دائما أنا تأخذني هاي الجانب، وهذه ترى إحنا وايد نستخدمها، هاي أكثر الأجزاء اللي إحنا نستخدمها في مخنا للأسف، وتخلينا ما ندخل ناخذ بعض المخاطر وغيرها بسبب هاي الأمور، لأن أنا صار لي إيموشنز لما أنا رحت ذيك التجربة ماي بزنس أول مرة اللي كان يتكلم عن الدكتور وفشلت فيه. فعاطفتي قاعد يعني كل مرة بيجي الطريق أو عيل أنا بفشل فبياخذني من دي الموضوع. عندنا التفكير الإبداعي اللي نتكلم عنه اللي هو بعد ما يكون موجود ما نستخدمه دائما نحن طريقة الإبداع في التفكير، ونتكلم إنه هو هني اللي يصنع التحديات، إني أنا كل ما يصير تحدي أكون مبدع أكثر، لأن أنا عادة ما أبدع وأنا في الكومفورت مالي في الغالب، خلاص أنا شغلي ماشي بالطريقة أنا مرتاح منه. في الغالب ما أروح أجدد، كل ما واجهت تحدي فأنا أبدع في عملي عشان أخرج من هذا التحدي. وعندنا التفكير المنطقي اللي كان بعد يتكلم عنه قبل شوي، اللي إحنا بعد وايد أحيانا نستخدم التفكير المنطقي إنه بنحل كل الأمور بطريقة منطقية، يعني أنا عشان أفتح البزنس لازم يكون عندي الحزب 1 2 3 4، عشان من هني أروح من هنا لازم يكون عندي هاي الطريقة. واحيانا زياده التفكير المنطقي تخليني انا ما اخذ كثير من المخاطر اللي هي موجوده، عشان كذي احنا لازم نطلع بالتفكير غير المنطقي. لكن واحده من الامور اني انا عمليه التكرار في الامور لازم اتعلم من عمليه التكرار والاصرار اللي هو يكون فيها رغم التحديات والفشل اللي انا بمر فيها. ان احنا في الغالب ان نقول اني انا ذي الطريق اذا مشيت فيه تفكير منطقي يقول لي ما برجع امشي فيه مره ثانيه لاني انا فشلت من هذه المره، اللي كان يقول لك امشي فيه مره ثانيه اذا شفت انا موجود، لكن اكون عارف شنو هي المخاطر اللي انا ببعدها عني، او مو غلط هاي اليوم احنا يوم ضيعنا الطريق رحنا شارع ثاني كان مصر الدكتور قال الا اوصل، يعني على شارع عذاري اقول له لا الا اوصل لي اخر شيء وارجع، اقول له لا نسوي يوتن، مو غلط اني انا في منطقه ما اذا انا حصلت اني ارجع جزء من الطريق اوكي، بس اني ارجع سمع حسبتي اني انا اعد المسار. وهاي من الصفات والاجزاء الرياضيين اللي هم يتميزون فيها ان ما يخافون من الفشل، ما يخافون اذا هم في منطقه، بس مو معناته اني ارجع من الطريق كامل وارجع البيت او اخلص البزنس كامل، اني اكون عارفه وين اسوي الدايفرشن مالي المانوفرنج مالي، ان اوكي مو اني انا خلاص بدل خذي المحل عود وعلي كل هاي الامور والالتزامات ما طلع هو المطلوب انا بواصل فيه، لا انا بسوي مانوفرنج وذن وات ام وركينج لما انا اتاكد اني انا اكون موجود طبعا. ان 20% من الناس يستخدمون هاي الثلاث محركات ويا بعض. احنا عندنا جزء من الناس يفكرون في التفكير العاطفي ويكتفون فيه ودائما عواطفهم يقول لا انا الحمد لله هاي عاطفتي قاعده هي اللي تخليني اني انا اكون فيه، لان دائما اختار الشغله بس اللي انا احبها واني اكون فيها. جزء من العالم بس يفكرون ما دام اني انا عندي ابداع وعندي مهاره وعندي مقدره، مثل الاخ يقولون اني انا عندي ابداع في تصنيع الهدوء فانا بس بركز على هذه المهاره. والجزء اللي يمشون بس على لوجيكال ثينكينج اني انا ما دام عندي قياسات وحسبات في هاي الامور. الاصل اني انا اقدر احرك هاي الثلاث امور مع بعض في آن واحد، عشان كذي ترابطها هي اللي بيخليني من ال 20% من العالم اللي قدروا يستثمرونها ويصلون الى ما اللي يحتاجونه. طبعا انا لما اقدر استخدم الثلاثه ويا بعض في اشياء مهارات اخرى بتصير مضافه عندي، واللي يتميز وايد نقول سواء رواد الاعمال وعند الملهمين اكثر والرواد الملهمين اللي هي اقتناص الفرص. البزنس كلها عبارة عن اقتناص فرص، الرياجة الإبهام عبارة عن اقتناص فرص، هي فرص واحد شافها واحد ما شافها. أنا كل ما أشوف هذه الفرصة المقدرة على الملاحظة، حتى الملاحظة في تطوير عملية التجارة اللي أنت قاعدون فيها، ريادة الأعمال، الهدف القيمة العليا اللي أنت بتسويها، هي هني المضافة. اليوم لما في ناس قدروا يكتبون القيمة مالتهم أسرع من الباقي، جزء منها اللي هي
قدرة الملاحظة شنو اللي أنا أحتاجه في هاي البزنس مالي. فأنا كل ما قدرت أستخدم هاي المحركات أنا بقدر ألاحظ الفرص وبالتالي أستكشف الجديد، وبالتالي أنا بشتغل بطرق غير تقليدية، لأن هي الملاحظة ذي والاستخدام ذي الثلاثة عملية مستمرة. مثل ما كنت في المحل خايف أن أحد يأخذ مني رسبي لأن أنا بايه شيء جديد. عادة إحنا نقول الرواد الملهمين ما يقلدون، they don't copy always other assets، وما يخافون إذا حد قلدهم لأن دائما هم عندهم شيء جديد بيبونه، دائما هناك تجدد. اليوم إذا أنا رحت فتحت محل ويقولوا يام أخذت خلود إيه بيكون عندها something new ما بقى إنزين، أوكي، لا حاجة إنزين، هي ما بتخاف لأن هي إنسانة ملهمة، فهي بتسوي شيء أكثر، بالعكس بتسوي شيء أطول أفضل من ذلك، لأن هي تقول ما دام في شيء غيري قاعد يسويه أنا ما بخاف. فهو هاي جزء من الصفات اللي هم بيكون فيها، ما بيكون عندها التفكير والسكيرسيتي أو الخوف اللي كان يتكلم عنه نحن بعض البحرين، أو أنا دي الشغلة أنا أسويها أنا بيوجها، ليكون أحد يعرف أنا شلون أسوي ذي الخلطة. لأن إذا عرفوها، إذا أنا عرفت الخلطة اللي يسويها الدكتور أنا عن بيقطع رزقي، يعني إذا هو عرف اللي أنا أسويه كأن أنا معناته أنا مو الإنسان اللي مهم جدا. بالعكس كثرة الناس اللي يدخلون معي إذا نفس البزنس نفس الأريا، هاي مجالي إني أنا خليني أتحدى وأتطور، لكن بشرط إني دائما يكون عندي المقدرة إني ألاحظ اللي أهم ما لاحظوه عشان أنا أقدر أرتقي باللي أكون فيه. طبعا الملهمين يفوقون المبدعين لأن الإبداع يكون في شيء محدد في فترة معينة في وقت محدد، يكون له زمن، يعني إني أبدعت في المجوهرات اللي نسويها، لكن لو ظل فقط الإبداع على الصورة التي قاعد تسويها المجوهرات ذي فترة محددة ممكن يسويها. مو كل المبدعين ممكن يكونون رواد أعمال، ولا كل رواد الأعمال ممكن يكونون ملهمين، فهي عملية متسلسلة. أنا ممكن أفضل ناس أبدعوا في صناعة هاي المنتج ذي اللي موجود، لكن ما قدروا لا أن يوصلونها للريال ولا لأن قدروا يستثمرون بقية القدرات اللي فيه. فهي أنا كل ما استخدمت مهاراتي المختلفة أنا أقدر إني أنا أتجدد وأتواجه مع تقلبات البيئة. لأن اللي كان يقول الدكتور مثل ما إحنا نقول حق الطلبة في الجامعة يقول يعدونهم لسوق العمل. سوق العمل اليوم غير بكرة غير بعد بكرة غير ذي اليوم، لو أسألت فنان الشان يوم ابتدت يوم ذي لو هي ظالة على نفس المنوال اللي كانت فيه مستحيل شو نفس ربايب، لأن التقلبات وايد أسرع. عشان كذي أنا في تفكير إبداعي وأفكر في مختلف القدرات اللي عندي موجودة عندي وما ركز على جانب واحد. مو أقول دائما أنا مدام الحسبة مالتي قاعد تقولي الفوركاست إن أنا بشتري بزنس خلال 5 سنوات أربعة صار عندي ربحية بالورق أنا بمشي عليه أو وغير ذلك. فأنا لازم أستخدم المحركات الثلاثة اللي هي موجودة عندي. خلي نستأجر ممكن بعضه من المهم. هو كان قاعد يتكلم عن الإلهام اللي أقوى من المال، وكان جايبه من المثل إن يعني اللي إحنا سويناه مثلاً في البوسنة يوم إحنا. هاي كمثال اللي طبعاً ريادة الأعمال هي مو فقط الريادة اللي تكون في البزنس. اليوم أنا أعتبر أستاذة فنان رائدة عمل، لأن هي حتى في مجال الـ NGO في مجال المرأة في مجال القضايا الأخرى اللي خاصة بالمرأة. رائد العمل يكون رائد في كل شيء في مختلف القطاعات اللي هو ممكن يشتغل هو فيها ويبدع فيها. فاليوم مثلاً لما إحنا قررنا نروح البوسنة توازنت بزنس تراب ما كانت للتجارة أو غيرها، لكن كانت الفكرة إن إحنا في مجتمع أوروبي مسلم، كانت تكون الدولة الأوروبية الوحيدة اللي هو كان فيها متخصص من شيء أربع سنوات في الاتحاد الأوروبي وغيرها، لكن فيها كثير من التحديات والفرص اللي إحنا كنا نبي ندرسها ونشوفها. ليس ما فيها أي مجالات ما يعني إحنا ما كنا رايحين بهدف التجارة، وكانت هي مجال جيد للاستثمار، لكن كان هدف من هذه الرحلة كنا شفنا الفرص اللي موجودة في هذه الدولة. شنو هي المجالات؟ احنا بالنسبة لنا كانت الفرصة ان احنا بنطبق اذا طبقناه في دولنا العربية والخليجية والمختبرات اللي نتكلمها في البحرين، اذا طول عمرنا فقط طبقنا هاي موضوع الهام في البحرين بيقولون هذه it's right for the content، هذه طبق فقط على المجتمع البحريني. فاحنا كنا بحاجة ان احنا نطبقه في مجتمع اوروبي في مجتمع مختلف بصعوبات مختلفة. الصعوبات اللي موجودة في المجتمع البوسني فريدة من نوعها، دولة الوحيدة المسلمة الأوروبية اللي هي الموجودة، دولة طالعة من حرب، دولة ما 3 دول داخل دولة، فيها كثير من هذه الأمور.
فبالنسبة لنا هي مثل ساعات الأطباء يقول كل ما نشوف مرضى أكثر أنا أطور مهنتي. فإحنا شفنا الفرصة هناك إني أنا ممكن أثبت تجاربي، ممكن إني تجربة مو تجربة بالمختبر العلمي، لكن إحنا ليش لازم هالمختبرات؟ إني أنا أروح أطبق نظرياتي اللي أنا ممكنة وأبتدي أثبت نظرياتنا إن إحنا ممكن نغير في مجتمع بدون أي موارد مالية. رحنا بخفيحين، إحنا رحنا بدون أي أموال، وبدنا بنسوي مؤتمر بنغير في المجتمع، ما نبي نصرف ولا بنجيب سبونسرز ولا بنجيب فانز ولا شيء. اللي يولنا من خبرة يولنا على حسابهم. في النهاية خلينا هناك مثلا جميع الطلاب انهم يشتغلون على مشاريع، يعني يسبحون شو بطلع الموضوع، هم اللي يجمعوا الداتا، هم اللي يشتغلوا وهم اللي غيروا. ويمكن شافت الاخت اشواق والاستاذ احمد فوق 2000 استبيان حديث صار في اقل من شهر، يجمعون بيانات حديثة احدث من الموجودة في الدولة، احدثوا كثير من التغييرات في مشاريع عديدة. فقدرنا نأثر على مجتمع ونغير ونسوي بروتوتايب بدون أموال، بدون قرارات، بدون أي، إحنا كنا رايحين بدون ما نمثل أي جهات رسمية، كنا مخذين إجازات من أعمالنا ما نمثل أي جهة رسمية اللي هي موجودة، ولا هناك استخدمنا أي منفوذ للدولة، ومع ذلك استطعنا أن نغير. فهذه مثال أن أنت ممكن تغير بدون سلطة، بدون أي قوانين، بدون أي قرارات، لكن تستخدم الأمور المتاحة، ومو بدائما معناته أنت لازم تصرف عشان تغير أو يكون عندك المورد المالي والنفوذ اللي هو يكون فيها. فهاي فقط من الأمثلة البسيطة. طبعاً هو القطاع الخاص يفكر بطريقة بعد متجددة أكثر من ذلك. اليوم إحنا ليش نسوي المختبرات الإلهام اللي كنت أتكلم عنها، وإحنا ليش نتكلم المختبر الشيء اللي أنت تقدر تطبقه اليوم؟ لو شنو أنا والدكتور وكلنا لو كنا من أفضل المتحدثين، وإحنا يعني مو من أفضل المتحدثين، حتى لو زعمنا ذلك ما تتغيرون. الواحد ما حد يتغير بالسمع، ما حد يتغير حتى بتمرين. إذا أنتم ما طبقتوا اللي إحنا بنقوله على مشروع حي بالنسبة لكم، إن كان فيه تطبيق عملي، الواحد ما يتعلم إنه هو يكون فيه. فواحدة من الأمور اللي تميز مختبرات الإلهام إن لازم يكون فيها عملية تطبيقية. هو اليوم إحنا نعطي بالس ماله، وناويين إن شاء الله في الورشة القادمة 3 أيام إن كل واحد يبتدي يشتغل على بروجكت من البروجكتات أو شلون ممكن إنه هو يسوي فيها أو البزنس اللي هو يكون فيه. طبعاً إحنا نرتبط إن دائما نقول الإلهام عملية مرتبطة بالتصور. أنا لحد ما أتصور أنا وين أبي أكون ما أوصل له. اليوم الدكتور لما كان يتكلم عن محمد علي كلاي، محمد علي كلاي متى تصور إنه ممكن يكون ياخذ حزام الأسود؟ من كلش بدايات قرر إن يعني أو نوى أو تصور إني أنا بفوز أكثر من 3 مرات من البدايات كلش. فيعني هو وضع التصور اللي هو موجود حتى لو كان الطريق بالنسبة لضبابي، هو أكيد ما كان مخطط إني أنا في التاريخ الفلاني برعاه في المكان الفلاني، ووضع النية، وضع التصور، وضع الرؤية، القيمة العليا كانت بالنسبة عند البيج بيكتشر اللي هي موجودة عنده إني أنا بخليها، ومن خلال التصور ابتدى إنه هو يشتغل على ذي الموضوع. في النهاية دائما يعني خلنا نبتدي وإحنا عارفين أنا شنو اللي أبي أوصله في النهاية. الدكتور بساعة وقف قال أنا هو حاطي يبي إنه يوصل إلى أن يكون إلى جائزة نوبل، فهو حاط صورة كبرى إن هي موجودة عنده. فكل ما أضع هذه الصورة النهائية قدامي أنا بقدر أشتغل لها بصورة أفضل. فهاي واحدة من الأمور الرئيسية اللي إحنا نشتغل عليها. طبعا الدرجات اللي احنا نشتغل عليها، في ناس يشتغلون بس على الابتكار، ان انا كل يوم بطلع مبتكر، لازم اطلع منتج جديد، يعني فرضا الاكواب ما كان لها هاندل، الحين لازم الكوب يكون له هاندل عشان انا اكون اقدر ادخل سوق العمل. والابتكارات ممكن تكون محدوده ومحدده. في جزء اللي بيشتغلون على الابداع، في اللي احنا نستخدمه في السلم اللي انتم ما شاء الله كلكم متواجدين وانتم افضل من الحديث عن ذلك، تكونون رواد اعمال. اني انا مو بس ابتكرت هاي المنتج ولكن كان عندي روح الرياده اللي انا جبت فيها. طبعا ان انا تصور ممكن ابتدي من المراحل الاولى، وكل ما انا يكون عندي تصور اقدر اتطور، لاني انا اذا ما كان عندي تصور ما قف عندي المبتكر اللي انا سويته. انا هذه احلى لولو بحريني، انا الوحيد اللي اعرف شنو هو اللولو البحريني وقيمته واقدر اطلعه من بينه وبين اي لولو مزروع ثاني. اذا انا وقفت عندي وما كان عندي تصور في النهاية هي شتى بتصور فيه،
مو بس انه يتعرف انه هو ذيلوله وممكن يلبس له قيمه عليا، انا ما بقدر اتطور منه في هاي السلم اللي هو موجود الى ان اصل الى السلم النهائي اللي هو الالهام. طبعا السلم مو كذي سهل، يعني مثل احنا كبدرين احنا دائما السلم شايفين الشعار اللي هو موجود، السلم هو حلزوني، عشان كذي حتى شعارنا في اقتصاد الالهام هو حلزوني، يعني انا ما اتوقع فروديات ركبت الدرج تبع تبع وكان الطريق. طبعا ما في احد الخط ماله سيده هذه نتوقع انه بيركب سيده، ولا حتى هذا الموضوع دائما في كل صعد مصعده بيكون فيها كثير من الفشل والتكرار والتحديات والامور اللي فيها ننزل ونرد نركب. الاصرار هو اللي يخلينا نوصل فوق ونستمر في هاي العمليه الحلزونيه اللي احنا بنكون فيها. طبعا دي كان ختام الجزء اللي كان يتكلم عنه الدكتور. الحين شنو هي المتطلبات الفكريه لاقتصاد الالهام؟ يمكن انا تكلمت عنه شويه من البدايه شنو يعني بالمختبر، واحنا بنقول مختبر في البدايه نتخيل اللي كانوا يعطونا اياه في المدرسه، خصوصا الاوائل اللي اشتغلوا يعني كيمياء وطبي وهاي اللي يكون موجود فيها. طبعا ان احنا نحط الامور ونشوف شلون هي تتفاعل ويا بعض، هو اساس المختبر اني اخلط هاي الامور. ترى عمليه رياده الاعمال وتطوير اي مهنه هي بنفس الشيء اللي احنا قاعدين نحاول احنا نسويه، هي بالخلطات اللي هي موجوده ونشوف هاي الخلطه شلون بتسهم بان احنا نجد هذه الامور ونشوف نستكشف الاستكشاف والتحديد. يمكن المثل اللي جاب الدكتور قبل شويه وقال ان لما يروح حق البزنس مان ويقول له انا ما عندي ولا مشكله الا مشكله واحده اللي هي تكون فيها، ويمكن احنا حتى يوم رحنا بعض المشاريع لما رحنا نقيمها نروح حق البزنس مان يقول انا ما عندي مشكله، مشكلتي الوحيده ان انا بس يوله ما في مشكله ثانيه، انا بس لو وسعت في المنتج صار عندي انا بتنحل كل مشاكلي. هذه هو مو بعارف يحدد مشاكله، مو بعارف شنو هو اللي محتاج له. ففي المختبر احنا وين نحاول عمليه التحديد شنو هي الطقات الاماكن اللي انا احتاج فيها، هل اليوم التحديد اللي تحتاجه هرد البزنس مالها فعلا اللي بس ان هي تكتشف شنو هو اللولو من وين يبه، ولا لازم تحدد القيمه المضافه مالتها وين او شنو اللي هي سوتها بيكون الاضافي مالها. طبعا الملاحظه اللي احنا تكلمنا عنها وايد وهي نتكلم عن الملاحظه غير المالوفه، اني ما الاحظ فقط نلاحظ الفرص اللي هي موجوده. احنا في الغالب نقول احنا في مختبراتنا ما نجيب حلول ابداعيه من برا، ما يبغى اقول اوه عشان انا اعدل هاي الخلطه لازم اخلط اجيب شيء ثاني موجود وبتعدل هاي الخلطه، استخدم الفرص اللي هي موجوده بالموارد المتاحه. عشان كذي نقول ان احنا ممكن كثير من الامور تطويرها بدون اي موارد اضافيه، اليوم مو عشان اشواق تفتح بزنسها لازم يكون عندها ضخ من الاموال عشان تقدر تفتحها الاون بزنس، لكن يكون عندها ملاحظه شنو هي الفرص في المجال اللي هي قاعده تفتح فيه البزنس مالها، يكون عندها التعلم مالها موجود ويكون عندها الممارسه اللي هي موجوده، وفي النهايه التصور كل ما انا اقعد استنتج الامور واسوي الفوركاست مالي وحسباتي ويكون عندي التصور في النهايه اند المايند اللي انا ابي اوصل له هو اللي بيساعدني على ذي الموضوع. فهي عمليه المختبرات تساعدنا على ان احنا نضع هاي التصور، نضع يمكن ساعه البزنس كلش كان التمرين الصغير نضع القيمه، من القيمة أنا أقدر أضع التصور وين أبي أكون فيه وإني أشوف وين هي الأماكن التحديات، وين الفرص، وين هي الأماكن اللي أنا ما كنت فيها. مو دائما بعمل بموضوع التوسع لأن أحيانا تتوسع وتزيد جهودك في الموضوع لكن ممكن المارجن ما يبي اللي أنت تبيه، في النهاية يمكن تستثمر في نطاقات مختلفة هي اللي تكون فيها. في فرق بين التفكير الإبداعي المتجدد والتفكير المنطقي. يمكن اليوم وايد تكلمنا عن التفكير المنطقي لوجيكال، اني انا عشان اسوي ذا الطريق لازم انا بالضبط على هذا الوقت، دائما لازم ذي الطاوله تكون مصففه بطريقه مرتبه، فانا هاي التفكير المنطقي. عاده التفكير المنطقي لا يكون ما يكون فيه وايد روح المبادره والمبادئه، خلاص تفكير منطقي الحين هاي البزنس فرضنا احنا في البحرين الكل فتح كرك فخلني انا افتح كرك، هو التفكير المنطقي انا فقط اني قاعده اسوي كوبي بيست وما في وايد من الابداع فيه، ودائما ان في حاله الدفاع اني انا لو فشلت لان انا طلبوا علي وايد متطلبات لان قالوا لي بسجل و و و و
دائما انا في حاله دفاع، ما قاعد اشوف، انا ما درست الموضوع مسبقا، انا بس ابي ادافع اني انا لو انا ما كسبت منطقي اني انا بفتح بزنس اول 3 سنوات ما بكسب، بس دائما عندي حاله دفاع وسلبيه، ان لانهم طلبوا دي انا صار لي كذي، لانهم صاروا كذي فانا هاي تفكيري المنطقي اللي انا انطلق منه. طبعا في الغالب اللي كان يتكلم عنه الدكتور هاي عاده اتكاليين، انه يبي تمكين يساعده عشان هو يطلع من الازمه اللي هو طاف فيها، يبي الحكومه تعطي بعض الامور، يبي دعم الى ضخ من الخارج عشان هو يكون فيها، اذا انا ما حصلت هاي المساعدات اني انا اقول فيها. طبعا عندنا تفكير الندرة بعد تكلمت عنه بساعه، ان انا تفكيري متحفظ، اللي دائما احس ان الكيكه صغيره، الموارد قليله محدودة، إذا يا أحد خذ من عندي إني أنا بقل، إن إذا يا وايد ناس معي في نفس البزنس بالعكس أنا حضوري تقل. هاي تفكير ندرة ما يوصلنا وايد إلى إحنا نتوسع في البزنس، بالعكس أنا كل ما فكرت إن الأمور الكيكة عودة الكيكة واسعة، بالعكس أنا كل ما يا ناس معي زادت الخلطة، قدرت أزيد. أنا ما أتحكى عن مثلا طبق وسألتنا الموجودة بتقوليها غلط إنزين، لأن شفنا كل ما يوم ناس اكثر معاي في هاي الكيكه قدرت اكبر هاي الكيكه، وبالعكس زادت الاستفاده والمقدره وان اخلي ذي الموضوع يصير، فما اخلي تفكير بتحفظ. عندنا تفكير الوفره اللي احنا نتكلم عنه، اللي انا اتكلم ان دائما هناك حلول، بس تفكير الوفره دائما تفكير استباقي، او انا افتح ذي البزنس يا فتحت يمي نفس المحل، انا تفكير استباقي لان انا اوريدي كنت مطور المنتج، ليه ما يا احد يقلدني في ذي الموضوع؟ انا طلعت بالفكره اللي عقب سويت الخطوه اللي عقب، لاني انا ما قاعد بس اني اخش على فكرتي في موضوع الندره، فكل ما انا توسعت انا قدرت اتطور، ودائما يكون عندي حلول للمواضيع، ما يفكر في المشكله او مثل ما كان هنا او انا بقعد ادافع والسلبيه، لان يعني لما اتم في دوامه الدفاع والسلبيه ما اقدر افكر في حلول، لان دائما بقط الكره على غيري او بقطها على غيري، فانا تميت انا مكاني. لكن انا الحين ما علي، اوكي تمكين ما ساعدوني لا ساعدوني، دي ما سووا ما سووا، احنا رفعوا دي، لكن انا اوكي هاي الوضع القائم في السوق انا شلون بحلها؟ صارت ازمه ماليه صار غيرها، انا بكون استباقيه. طبعا ومن تفكير الوفره انتقلت الاشخاص الملهمين اللي هم يفكرون بطريقه غير مالوفه، اللي هم دائما عندهم الاصرار ودائما يفكرون بالصوره الكبرى، انا ليش دخلت هاي البزنس؟ شنو الاندن ماي مالي؟ انا هل كان فقط الربح السريع مثلا اني انا اروح ابيع الايس كريم في عده محلات، او لا انا ابي البراند مالي احافظه لاني انا قاعد افكر على المدى الاطول. كل من هاي الامور ما انا فكرت فيها وجبت دائما هاي قيمتي العليا، بغض النظر عن الضغط اللي علي في البزنس، انا دائما منتجي لازم يكون بدقه. هذه هي اللي هي بتشتغل علي، بغض النظر صار في ضغط ما صار في ضغط، صار في ازمه ما صار في ازمه، ما بتتخلى الشيء اللي ما بتتخلى عنه هو الدقة اللي هي موجودة، وطبعا الإصرار اللي احنا تكلمنا عنه. طبعا هاي دائما مثلا احنا اللي يفكرون التفكير الندرة وغيرها، والدكتور تكلم ان هاي مجتمع، احنا مجتمعاتنا تاخذ شيوال فيدين بعد مو بسبون فيدين، يعني يبون كل شيء اللي عندهم، يبون اني غرفة التجارة توفر لهم كل شيء، الوزارة لازم توفر كل شيء، اليوم تمكين انا بصير بزنس مهم خلي يعطوني انا المكان والسجل والذي اللي عندي وبدون اي مخاطر عشان بصير بزنس مان. نو واي، يعني مستحيل اقدر انا اصير رائدة عمل اذا انا فكرت في ذي الموضوع، الى ان السبون فيلينج اللي احنا نشتغل فيه الا مجتمع يعتمد بذا على ذاته، انه يكون مجتمع متجدد دائما في شيء جديد في هاي المنتج اللي هو يسوي فيه، هذه ما بيهم احد ولا يبي مساعدة احد لانه هو اللي بيجدد وبيكون دائما في بداية القرن. هني في اكسرسايز، انتوا عندكم شبكات وعلاقات ونتوركينج ومتعدده، وفي انواع للشراكات اللي تعرفونها، في ناس بعض البزنس مان تعرفونهم النتوركينج وايد قوي، في بعضهم تعرفونهم معرفه عابره، وفي ناس معرفه متوسطه، وفي ناس تعرفون عنهم وما تعرفونهم، شلون ممكن تستخدمونهم بناء على التفكير الملهم؟ هل فقط تعتمدون على اي نوع من انواع المعارف اللي عندكم؟ يعني تعطي بس الدكتوره ان هاي طبعا تمرينها، بس انا بغيت اكد ان ساعات حتى العلاقات الضعيفه هي فرص، ما لازم العلاقات القويه هي فرص، فكيف ممكن احنا نبني بالعلاقات الضعيفه فرص، وكيف نبني بالعلاقات القويه فرص، كيف نبني بالعلاقات العابره فرص؟
العلاقات مع سواء علاقات مع اشخاص مع مؤسسات لازم سيرفايفل على فكره. وهي جزء من تفكير مثال اللي قلنا الهوليستيك. التفكير الهوليستيك انه ما ينظر انه هو او هي ولا شيء والسرفايف، لا انا لازم انظر كيف العلاقات دي ممكن انا استثمرها وابني عليها، سواء علاقه ضعيفه تعطونا مثل عليها، علاقه عابره، علاقه قويه. ثلاث انواع من العلاقات. فاتمنى منكم، لان هاي ميمة بدايه الملاحظه، لان الحياه تاخذنا مع الوقت ان احنا نشغل بالنتيجريتي بالتفاصيل وطبيعه الموظفين وطبيعه العمل والسجل مثل ما قالت وتجديد النظام البيروقراطي خاصه في دولنا يسحبنا. لكن كيف اني انا انتبه حق العلاقات من خلال العلاقات ان فعلا اجدد من خلالها مؤسستي، لان الالهام عباره عن روح تجديد، والتجديد لا ينطلق بس من الذات. انت تلهم وتلهم كلها من خلال الاخرين، سواء علاقات ضعيفه وعلاقات يمكن حتى يمكن يعني مرضيه حتى فيها مشاكل. فهذه المشاكل حتى انت وهاي احنا قاعد نسويها في البوست، نبني من خلال هاي العلاقات نبني الفرص، نكتشف الفرص اللي يمكن الاخرين. خلاص اليوم في البوزن منتشر الجامبلينج القمار، فخلاص انا اعتبر ان القمار فاكت اوف لايف، الحكومه متحالفه مافيا مسيطره، فالناس خلاص اعتبر ان هاي فاكت اوف لايف. لكن لا، انا احنا من خلال الملاحظه اكتشفنا بعض الاشياء اللي ممكن احنا شنو نعيد ترتيب الاوراق فيها. ما بقدر اغير كل المجتمع في يوم وليله، لكن بحط البذور اللي شوي شوي تنتشر وتغير المجتمع. نبي منكم اكسرسايز لمدة 5 دقائق ونسمع منكم إن شاء الله. أنت بعد هاي سبون فيدينج. يعني جواب، أنا أوردي قاعد أقول هو جواب. سبون فيدينج حوله. مثال إن أنت مرة ثانية علاقات علاقات عندكم أنواع. حطوا أنواع علاقات. اللي تعرفونهم الأشخاص أستاذ حازم. أكيد عندك يعني مؤسسات علاقات تعرفها. حط أنواعها. أوكي حطهم ضعيفة. متوسطة قوية صح؟ أو متردية حتى، ساعات يمكن علاقات أنت تقول هاي الجهة أنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هاي الشيء. أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. بابا بغيضك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما. لا تلغي الجسور كلها ولا لا تعتمد على ليش؟ لأن كل الأمور تتقلب، الحياة تتقلب. ياما ناس قلت ما بتعامل معاهم في الأخير كانوا هم أكثر ناس نفعوني. ياما ناس كانوا فهي الفرص. والملهم يجدد حياته ويجدد حياه الاخرين من خلال هاي الفرص. فلا ننظر انها خلاص واقع، والله الله ابتلاني هاي الشخص فعلاقتي معاه ضعيفه اذا ما اقدر اسوي شيء. كذي يفكرون الناس اللي يستسلمون حق الواقع. دكتور ممكن ممكن اقول لك يلا يا ريت يلا مثال هذه بعد دكتور ودكتوره ابراهيم عفوا انا اظن يعني انتم كيف كان لكم الدور فيه. طبعا في رحلتنا الاولى للبوسنة كان معانا يعني جروب من هناك، فمن ضمن الجروب كان معانا مصور يصورنا. فسبحانك يا رب، يعني احنا كملهمين انت يعني مو بس ان عندك روح الالهام، لا الملهم لازم بعد يكون لطيف، يكون يعني مرن، يكون مبتسم. فذي المصور يقول وايد حبيتكم، انت وايد حلوين، تذكر بحمد وكان كنت اشوف صوره اقول لهم صوره حلوه يعني طالعين حلوين وضعاف لانه كان يشوفنا بطريقه حلوه يعني لانه حبنا اي زوايا ويختارها. واتذكر يمكن حتى الدكتوره وعبد الله تذكرون عقب ما ردينا اعطاني كل واحد ميموري، هاي يعني غالي بالنسبه لهم ترى صعبه. اللي صار انه عقب ما رجعنا اللي هي ابولو 2 اللي هي البوسنة 2 قال لنا الدكتور تعرفون من يعني الضيف كان الرئيسي، احنا يعني ما كان في بالهم ان اي احد يكون تحت رعاية اي احد، بس هي وزير التربية. فالدكتور قال لنا تعرفون من اليابة المصور يمشي في البوسنة ويتحكي عنكم، فعلاقة ضعيفة يمكن احنا نشوفها حلقة ضعيفة. ولكن واحد بروفيسور عنده زوجته وكيت وزارة التربية جابت الوزير شلون يعني، فكان حلزون بعد كذي. ولكن لو كان في الاساس احنا كملهمين بحرينيين رايحين وقلنا له مصور تعال طق لي صورة، لا احنا عملناه كريال بروفيشنال جزء من فريقنا. هو تأثر فالبوزيتيف وورد ماوث هي سبريدت اول اوفر، فصار صدق حلقه ضعيفه ولكن كانت من اقوى الحلقات. شكرا. ولذلك احنا ساعات يعني هاي مهم نتعلم من الحلقات الضعيفه ليس بالضروره. احنا ركبنا مع تاكسي اخر لحظه قبل نيمن سراييفو امس، فكان يعني شويه يرود في البدايه،
ليش ما تقعد قدام انت مره تقعد ورا ما شنو كذي يعني انا عاده على طول ردي بس مع الملهمين صرت شوي عليه يعني. فسكت بعدين عرفنا ايش القصه صار صديقنا بعدين وقف معانا وساعدنا نروح شرينا شنطه وما شنو قال ايش القصه قال لي تعدون قدام هاي السعوديين اول ما يركب للاسف يعني بعض الدول مو بس السعوديين اول ما يركب راح يسكر سك الراديو بدون ما يستاذني في موسيقى راديو يقول يعرف احنا ما يعرف ان احنا مسلمين اوروبيين احنا مو مسلمين العرب احنا مسلمين اوروبيين لنا شخصيتنا لنا صفاتنا لنا كذا فمثل بس انت بحريني انت بحريني وايد زين ما ادري فيكم صفر يعني فلحظه هي علاقات واحد بناها واحد بنا علاقه سيئه فاخذ الرد الفعل وكانت فرصه ان انا بعد ابني عليها يعني علاقه سيئه او بنيت على علاقه جيده لان في اخر هو عرف ان احنا بحرينيين وعرفنا هالتصرف الحين بنينا علاقه جيده بكره واحد يقدر يبني على هالعلاقه. عيال بيبينا وزير. اي بيبينا وزير. بناخذ جماعه تمرين بسرعه 5 دقائق بس خليت التمرين خلاص. لا عطنا علاقاتكم، سووا انواع العلاقات الاساسيه اللي تعتبرونها اكيد في كل علاقه في عندك علاقات قويه مع 3 جهات او 4 حتى مع اشخاص، في عندك علاقات متوسطه، في عندك علاقات ضعيفه، في عندك علاقات لم تبنيها حتى الان، يفترض تبنيها. فمن خلالها نقدر نبني في الحقيقه التصور الحقيقي نربط بيناتهم وراح نستمر في التمارين بيستمرون معانا عشان عبد الله طلبت ناكد هالكلام يوم السبت ان شاء الله التمارين تكونها معاكم اللي بي معانا الى السبت الاحد.